في كل قرية وكل نجع تجد أسرة أو أسرتين قدمت شهيدا للوطن، سواء من الجيش أو الشرطة أو حتى من المدنيين. كلهم جميعا استشهدوا في سبيل الله والوطن لكي نعيش في أمان وتبقى مصر أبية في وجه إرهابيهم. فكيف يقبل هؤلاء المنادين بالمصالحة والصلح على حساب دماء هؤلاء الشهداء والأبطال؟ فهل نسي هؤلاء دم الشهيد البطل أحمد منسي ورامي حسنين وأحمد شبراوي ومحمد صلاح وأيمن شويقة وغيرهم؟ كان ملاك ماشي على الأرض في كل الصفات الجميلة. يعني أنا دلوقتي لما بقعد وافتكر وابكي أقول إيه؟ يعني ربنا يا ابني كان وانت في بطني لسه كاتبك شهيد، وعشان كده كان فيك الصفات الجميلة دي. كان متواضع، محترم، مؤدب، جميل. القائد بتاعه بيقول لي محمد ما كانش بالنسبه لي ضابط عندي او كده، لا ده كان اخويا وكان حبيبي. وكنت دايما كل ما احاول اجيبه الاسماعيليه، لان هو اساسا كان بيخدم في الاسماعيليه، يرجع تاني يقول له رجعني تاني سينا، رجعني تاني سينا. بقول لبنتي الكبيره واقول لها تحكي لاختك تعرفيها بابي قد ايه كان بيحبك وقد ايه كان بيحبنا وقد ايه كان بيحب البلد، يعني وقد ايه ضحى بحياته علشان البلد دي. وكان بيقول لي يعني اليوم اللي يكون مصر ما فيهاش اي ارهابي هو ده اليوم اللي انا هبقى مرتاح فيه. ربنا يجعله في اعلى العليين وربنا يبارك في ذريته يا رب وربنا يرحمه وربنا ينصر زملائه عشان يجيبوا حقه. اللهم ارحمك يا احمد، انا قلبي في جوه عند الفقير، ربنا يرحمه. انا حاسس ان احمد ما ماتش، انا حاسس ان احمد موجود معايا لان روحه دايما موجوده معايا. انا حاسس ان احمد لسه في اجازه وهيرجع، يعني وانا قاعد انا ومامته تحت في الشقه تحت، متهيألي ان احمد هيخبط علينا لانه كان دايما يعني يجينا فجاه، يخبط فجاه كده وفجاه الاقيه داخل عليا، ايه يا بابا وبتاع، يبص على راسه ويطلع يقعد معانا فتره الاجازه. احمد كان يحب منسي، كانت علاقتهم علاقه اكتر من اخوه. انا اتعلمت الشجاعه من الموقف ده، رغم ان هو ابني وانا اللي علمته. فازاي وصل تفكيره ان هو يعمل يفدي زمايله ويحضن الارهابي، وعارف ان ده ارهابي وعارف ان هو هيموت، ويروح للموت يعني كان زي ما القائد بتاعه قال ارجع يا محمد ارجع يا محمد، يبص للقائد ويضحك كانه محمد شايف الجنه قدامه.